مرحبا بكم. جميع الناس يخطئون، وعلينا أن نتعلم من أخطائنا ونحسن من أنفسنا. ولكن هل كل الأخطاء تغتفر؟ عندما ترتكب خطأ كبيرا يعتبر هذا ذنب ويجب أن تعاقب عليها. بعض الناس دون أن يشعروا يرتكب جرائم صعبة، وبالتالي يكون العقاب بنفس حجم الذنب ويحكم عليه بالحبس مدى الحياة، فينصدم ويجن جنونا. فكرة أن تقضي ما تبقى من حياتك في السجن هي فكرة مرعبة جدا. هيا نشاهد معا أكثر ردود أفعال مجنونة للمذنبين بعد الحكم عليهم. وقبل البدء بالفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. 10. الفتاة الباكية. سجنت هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاما، فهي استخدمت برنامجا للتعارف أدت من خلاله إلى عملية سطو وأدت إلى إصابة مراهق آخر. حكم عليها بالسجن 20 عاما، فانهارت أم الفتاة المسكينة ولم تتوقع أن تكون هذه العقوبة، وظهر على وجه الفتاة الندم وشرعت في البكاء بمجرد أن سمعت الحكم، وبدأت تتوسل للمحكمة لتخفيف الحكم قبل أن يخرجوها من القاعة. تاسعا، ضرب الرأس. براندوس بيرس متهم بأربع تهم محاولة قتل في قضية إطلاق النار في جامعة جنوب كاليفورنيا في عيد الهالوين، مما تسبب في إصابات بالغة وحكم عليه بموجبها بالسجن مدى الحياة. وبعد الحكم عليها يبدو عليه علامات الندم، بدأ يضرب رأسه في الطاولة، ولكن وقت لا ينفع فيه الندم. ثامنا، فقدت صوابها. والآن مع هذه السيدة التي فقدت صوابها بعد الحكم عليها بالسجن مدى الحياة. تسببت هذه السيدة في موت طفلة عمرها 3 سنوات وحكم عليها بالسجن مدى الحياة. صدمت وسقطت على الأرض وبدأت في الصراخ وأخرجوها من القاعة قبل أن يسوء الوضع. سابعا، كاليل هوسكنز محكوم عليه في جريمة من الدرجة الثانية وأخفى الدليل، متهم في قتل 5 أشخاص. هل كان من المتوقع يكون الحكم خفيف؟ بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة اشتاط غضبا وبدأ في تكسير الأشياء من حوله، وحاول رجال الشرطة السيطرة عليها وإخراجه من القاعة. سادسا، القاتل الشاب. حكم على الشاب الذي يبلغ من العمر 19 عاما بالسجن مدى الحياة لقتله رجلا. يبدو أن الشاب كان لديه أملا في حكم خفيف، ولكن هذا لم يحدث، فانهار الشاب وحاول الحاضرون السيطرة عليه. خامسا، تهديد. متهم في الاعتداء على ممرضة، وبعد الحكم عليها واجه تهديدات للقاضية التي أصدرت الحكم، فلم يكتفي بذنبه وزاد الطين بلة. رابعا، جريمة الغضب. شاب في عمر 19 بعد الحكم عليه غضب وحاول الهجوم على المحكمة، وجميع من كانوا بالقاعة احتموا بالكراسي، ولكنه ندم بشدة على ما فعل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ثالثا، أندرو ويرث. متهم بقتل سيدة من الشرطة خارج ساعة العمل وحبيبها، حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وكانت كفالته $1,000,000، وهو رقم كبير بالنسبة للكفالة. وكان هذا رد فعله، ثار غضبه وهجم على المحكمة، حاولوا إيقافه على الفور والسيطرة عليه باستخدام مسدس الصعق الكهربائي لإخراجه من القاعة. ثانيا، مايكل مارين. المليونير المتهم في إشعال حريق متعمد وعند الاستماع إلى الحكم انهار، ظهر في الفيديو يضع يده على فمه ويتناول شيئا ما، وبعدها بعدة دقائق مات إثر سكتة قلبية، وأثبتت التقارير أنه تناول السيانيد. أولا وأخيرا، ماروس أنيوانو. حكم القاضي عليه بتهمة الاعتداء بعد أن طعن ابنة أخته بسكين،
وعندما سمع قرار المحكمة بسجنه 40 عام استخدم شفرة رقيقة جرح بها رقبته في محاولة منه للانتحار، ولكنه نجا في النهاية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.